الرئيس السيسي يشهد احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ويؤكد أن المصريين قادرون معا على تخطي الصعاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون التصدي للتصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وزير الخارجية يؤكد أن مصر تعمل مع قطر والولايات المتحدة للدفع باتجاه إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي، وأن النصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف. أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب عام 1967، ولكن بإرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة. إن حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش، والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه إرادة شعب كامل، إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه، وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه. أنا عايز أقول لكم اللي أنتوا بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر، وكان كل الناس العالم والخبراء والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده، كانوا بيقولوا ان مستحيل خط بارليف، منع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة اللي كانت مش في صالحنا، كله كان بيقول ان مفيش فرصة نجاح، لكن الشعب المصري زي ما بقول لكم كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار، وعشان كده الانتصار ده غالي قوي والدفع فيه كتير من دماء شبابنا، دماء المصريين، وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي، على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها. وأضاف الرئيس السيسي أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائمة وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، وأشار الرئيس السيسي إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريون في الحرب والسلام، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها. طب إحنا دلوقتي في تحديات قدامنا أكيد، لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي احنا بنتمناه مع بعضنا. الحكايات الثمانية اللي جت النهاردة حكايات لبيوت بسيطة
لناس بساط جدا. موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في ظروف صعبة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على ظروفنا ديت ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. كما وجه رئيس السيسي بإنشاء حي باسم الحاجة فرحانة في سيناء ومحور رئيسي بالقاهرة تقديرا لمجهوداتها. جاء ذلك في كلمة السيد الرئيس خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. مش هنسى ان انا عايز اشوف انس اللاعب بتاع أسوان، ومش هنسى ان انا اقول ان الحاجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سيناء وفي مصر. في سيناء وفي مصر الحاجة فرحانة الست العظيمة اللي نموذج للمصرية للبدوية للعربية للسيناوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم، والنهاردة ربنا يا رب يديها العمر والصحة. بنقول لها متشكرين، وأرجو أن احنا نوجه لها التحية كلنا لو سمحت. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة. وكان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق. وقد شهد السيد الرئيس استعراضات وفقرات غنائية لمجموعة من الشباب والفتيات للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة. كما تم عرض فيلم من تسجيله بعنوان حكاية أبطال استعرض دور قبائل سيناء مرورا بتصدي أهالي دمياط والمنصورة للاحتلال الفرنسي حتى انتقل إلى ثورة 23 من يوليو 1952 وجلاء الإنجليز عن مصر وتأميم قناة السويس حتى انتصار 6 أكتوبر عام 1973. كما ركز الفيلم على محاربة الجيش المصري للإرهاب في سيناء بعد ثورة 30 من يونيو عام 2013 بدعم من القبائل العربية في سيناء وإطلاق حملة حق الشهيد. السلام اتدفع فيه كتير قوي على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السلام. دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصر. وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين ان احنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبر كل تحدي قدام مننا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول فيه التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وكمية كافية. كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي واستمرار التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وحدات سكنية مميزة لأهالي السويس. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بالمحافظة. النهاردة كنا بنبشروا في الحقيقة تفقد ويعني تنفيذ ومتابعة مشروعات كبيرة جدا كانت بتحتاجها المحافظة،
وخليني يمكن أبدأ بالمشروع اللي كان وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو بإنشاء مجموعة من الوحدات الإسكان المتميزة لأهالي المحافظة. ويمكن النهاردة مع صندوق التنمية الحضرية سلمنا أول مجموعة عقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير. بنتكلم على 13,260 وحدة سكنية، الحقيقة كلهم على مستوى مميز جدا جدا من التشطيب والتصميم، وموجود وجودهم في مواقع متميزة في قلب مدينة السويس. فالحمد لله النهاردة يعني سلمنا أول مجموعة من العقود، ويمكن كان التركيز مع السيد المحافظ ورئيس الصندوق على الإنهاء أعمال التنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية في خلال الفترة القليلة جدا القادمة لكل المشروع، علشان يبقى احنا بنبدأ نطرح الوحدات تباعا. أشار رئيس الوزراء إلى تفقده للمدرسة اليابانية والتي تعد ثانية من نوعها في محافظة السويس، وفي هذا الإطار وجه مدبولي بالإسراع في إنشاء المزيد من هذه المدارس تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم التجربة وزيادة عدد مدارسها بجميع محافظات الجمهورية. تفقد واحدة من المدارس المصرية اليابانية المفروض هتفتتح وتستقبل الطلاب بكرة إن شاء الله، وكان كنت حريص ان دي تعتبر هي تاني مدرسة الحقيقة للمدارس اليابانية المصرية هنا في محافظة السويس. والتجربة دي تجربة شديدة التميز، كان طبعا تبناها فخامة الرئيس بناء على زيارته لليابان منذ فترة طويلة، ووجه ان يبقى هذا النموذج متكرر في مصر. والحمد لله النهاردة بقى موجود بصورة كبيرة في كل المحافظات، ويمكن كان كلامي مع معالي الوزير الإسراع بتنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر في خلال الفترة القادمة، عشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا يعني مميز إن شاء الله اللي الدولة المصرية بتتبناه في موضوع التعليم الأساسي. وتعقيبا على محطات جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مجمع السويس الطبي وجه حضري متميز لمصر، كما شدد مدبولي على أن المجمع الطبي أصبح يقدم خدمات متكاملة ومتقدمة للمواطنين. المشروع هو وجه حضاري لمصر كلها وليس فقط لمحافظة السويس، وهو مجمع السويس الطبي، وده يعني بحق كان هدية فخامة الرئيس لأهالي محافظة السويس. النهاردة هذا المجمع هو مجمع عالمي بكل المقاييس، مستوى الحقيقة التصميم والتشطيب والتشغيل اللي بيتم النهاردة على أرقى مستوى. يعني حضراتكم شفنا إذا كنا تابعنا من يعني النهاردة كان التشغيل التجريبي، وبنشوف حجم اللي بقى الاستفادة لأهالي السويس، ومش فقط أهالي السويس، كل منطقة قناة السويس النهاردة من خلال هذا المجمع. أنا مش عايز أقول كمان حتى بعض مناطق في شرق القاهرة بقت ممكن انها تستفيد من هذا المجمع الحضاري اللي بقى بيقدم خدمات طبية متقدمة جدا. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارو بحي عتاقة بالسويس، ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع. أضاف رئيس الوزراء أن جولته تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أي تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية فيها. تضم المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى مشروع دارو 23 موقعا بإجمالي يبلغ 61,228 وحدة سكنية في 13 محافظة. وفي محافظة السويس سيتم تنفيذ ما يزيد على 13,000 وحدة سكنية في 3 مواقع بحي عتاقة. We'll be right back.
وعقب تفقده لمكونات مشروع دارو، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. من جانبهم أعرب المستفيدون عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقو المدرسة المصرية اليابانية السلام 2 بحي عطاقة بمحافظة السويس، وتفقد أيضا مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية وعددا من المصانع شملت مصنع كناوف الألمانية للألواح الجبسية والشركة المصرية الألمانية للمضخات رور بامبن مصر ومصنع يونيفرسال للأثاث. وخلال الجولة أكد مدبولي اهتمامه بتفقد المصانع بصورة منتظمة في ضوء ما تليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع لزيادة حجم صادراته. التقى الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى النائب دوغلاس لامبرن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل. وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيدا بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.
استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا بشير ديالو والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر للمشاركة في فعاليات الدورة رقم 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية. وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية محل الاهتمام المشترك، حيث صرح بشير ديالو بأن زيارته إلى القاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات التدريب والتعاون الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة. صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه استعرض مع نظيره الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للدفع في اتجاه إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعودة الأسرى وإنفاذ المساعدات. وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات، هذا سيكون له بطبيعة الحال تأثير على الاستقرار وخفض حدة التصعيد في المنطقة جنبا إلى جنب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري. تحدثت أيضا عن الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. كما أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، مؤكدا أنها قضية أمن وجودي، وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وعابرا للحدود. تناولت أيضا من جانبي قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود. من جانبه قدم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها دعوة لمصر للمشاركة في خطة السلام الأوكرانية والمؤتمر الدولي المزمع عقده في هذا الصدد. على صعيد القضايا الإقليمية أكد وزير الخارجية الأوكراني احترامه لسيادة الدول بالمنطقة وتقديره لدور مصر وجهود الوساطة التي تقوم بها للتهدئة بالإقليم. لقد تحدثنا عن الطريق إلى سلام الشامل والعادل والمستدام، شددت على أن صيغة سلام لا تزال الطريقة الواقعية الوحيدة لإنهاء العدوان الروسي، وقدمت دعوة للجانب المصري للمشاركة في تنفيذ بنودها والمشاركة في قمة السلام العالمية الثانية التي يتم ترتيب عليه حالياً. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة السعي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها، واستمع الأمين العام إلى شرح مفصل من الوزير الأوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي وكذلك رؤية أوكرانيا لما يمكن أن يتطلبه إنهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن. كما أكد أبو الغيط على الرؤية العربية القائمة على أهمية تطبيق المجتمع الدولي لنفس المعايير التي يتعامل بها مع مفاهيم الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة وانتهاك حقوق الإنسان، موضحا أهمية الأخذ بنفس المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث سواء كان ذلك في أوكرانيا أو فلسطين أو أي نزاع آخر.
أعربت مصر عن قلقها البالغ جراء التصعيد الأخير المتسارع في الشرق الأوسط والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران، مجددة مطالبتها بضرورة عدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها. وأكد بيان الخارجية أن مصر تدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والتي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وشددت مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. أكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران لها الحق وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد أعمال العدوان الخارجية، وذلك ردا على الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية في إيران. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جنديين إيرانيين قتلا في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران. على شفير حرب شاملة دخلت المنطقة في النفق الذي طالما تصاعدت التحذيرات العربية والدولية والإقليمية من قسوة ظلمته، فبعد قرابة الشهر وتحديدا 26 يوما من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع الشهر الجاري وما تلاه من تهديد ووعيد وتصريحات هنا وهناك وتوقعات استخباراتية، جاء الرد الإسرائيلي بضرب أهداف عسكرية في إيران. ثلاث موجات من الهجمات أعلن الجيش الإسرائيلي شنها في الساعات الأولى من الصباح ثم انتهت العملية. الهجمات شملت قصف منشآت تصنيع صواريخ بمشاركة أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه هاجم بدقة أهدافا عسكرية في إيران ردا على الهجمات المتواصلة لطهران ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، ولأن التنسيق والتشاور كان معها والتخطيط كان بعلمها. أكدت حليفتها الأولى واشنطن أن الأهداف الإيرانية التي تم قصفها لم تشمل البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية، وكأنها إشارة إلى استجابة نتنياهو لتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن له وتأكيده بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم على مواقع نووية إيرانية أو حقول النفط. من جانبها قللت طهران من شأن وجيعة الضربات الإسرائيلية، حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن متحد عسكري قوله إن الانفجارات التي سمعت في طهران مرتبطة برد أنظمة الدفاع الجوي على محاولات إسرائيل مهاجمة ثلاثة مواقع في طهران وخوزستان وإيلام. كما أكدت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن قواعد الحرس الثوري الإيراني التي جرى استهدافها تعرضت لأضرار محدودة، مكذبة في الوقت ذاته مزاعم الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في إيران أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم، واصفة تلك التصريحات بغير الواقعية. وبطبيعة الحال وكعادتها من قبل الهجوم، أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على أي عدوان إسرائيلي، مشددة على أنها ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل. وما بين أرجحة كرة الهجمات بين طهران وتل أبيب، تتعالى أصوات المجتمع الدولي ما بين تحذير هنا ودعوة لضبط النفس هناك لتجنب الوقوع في براثن حرب منفتحة على كل السيناريوهات. أكدت وكالة الأنباء السورية سانا أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى، وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفا بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى. وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا على تدقيق نتائج العدوان. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تواصل الاشتباكات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، والحزب يستهدف قاعدة جوية جنوب تل أبيب.
أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن الإعلاميين يواجهون انتقادات داخلية وسط الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على البلاد. في مؤتمر صحفي أشار مكاري إلى أن العدوان القائم اليوم متعدد الأبعاد، بدءا من تدمير القرى والمدن وصولا إلى الدفع نحو خلافات داخلية واستثمارها لإضعاف الوحدة اللبنانية، وذلك بعدما أظهر اللبنانيون تضامنا مجتمعيا يضاف إليه وعي سياسي لدى القيادات والأحزاب هدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه اللحظة الأحرج من تاريخ البلاد. أعلن حزب الله اللبناني قصف 5 مناطق سكنية على الأقل في شمال إسرائيل، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية من بينها قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبي تل أبيب بطائرات مسيرة، وأيضا تجمعات لجنود في جنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض طائرات مسيرة آتية من لبنان بعد ساعات على شن إسرائيل هجوما على أهداف عسكرية في الأراضي الإيرانية. شارك نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفني محمود نيابة عن وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي. خلال المؤتمر أكد نائب وزير الخارجية على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في الظروف العصيبة الراهنة، مدينا انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والاستهدافات المتكررة للجيش والمنشآت اللبنانية وأيضا قوات اليونيفال في جنوب لبنان، معربا عن رفض مصر بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق. هذا وقد حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بالحق في الصحة من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية إن لم يتم وقف الجرائم الإسرائيلية ضدهم. أضافت المقررة الأممية أن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في سابقة لم يشهدها التاريخ، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الإسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات والمراكز الصحية من المياه النقية وغيرها من الممارسات. وأكدت المقررة الأممية أن الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، قالت إن معدل إجلاء الأطفال من قطاع غزة لأسباب طبية تراجع من 296 إلى 22 طفلا شهريا، وذلك عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من بوابة رفح الحدودية في 7 مايو الماضي. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جيمس إلدر إنه إذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة القاتلة فإن إجلاء 2500 طفل بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة سيستغرق أكثر من 7 سنوات. وأكد المسؤول الأممي أن الأطفال في غزة لا يموتون بسبب القنابل أو الرصاص فقط، بل بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. It is not known how many child patients have been rejected for medical evacuation. Only a list of approved. هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دولة الإمارات وعضو المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي. كما أعرب المستشار جبالي عن تمنياته اليماحي بالتوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا على أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي. زار وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني والوفد المرافق له مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومسجد قباء وعددا من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مشيخة الأزهر في اجتماعات اللجنة التنسيقية للتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية في مجالات العمل الإسلامي. واطلع الضويني على أحدث الإصدارات والإنتاج والتقنيات
المستخدمة في طباعة المصحف الشريف ومنظومة الخدمات التي يقدمها مجمع الملك فهد في طباعة وإصدار المصاحف بمختلف الأحجام والترجمات، مشيدا بالجهد الكبير الذي توليه قيادة وحكومة المملكة في العناية والرعاية التي تقدمها للمسلمين على مستوى العالم. التراث الإسلامي مهم جدا إبرازه للأجيال الحالية والأجيال القادمة إن شاء الله، لأن ده بيربط الإنسان المعاصر بالتاريخ، وخاصة أن التاريخ مشرف وتاريخ يستحق أن يبنى عليه. ووقف التاريخ كثيرا أمام الجهود التي بذلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي إبراز أو إبراز لأي أثر من أثار الصحابة رضوان الله عليهم يكون معلما مهما وواضحا، تستطيع من خلاله أن تبين للأجيال كيف كان حب الوطن. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم أكثر من 135 مليون و715 ألف خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ انطلاق رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية في مايو الماضي وحتى أمس في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. أوضح عبد الغفار أن الحملة قدمت أمس 545,278 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة فإن الحملة قدمت 49,744 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة. نظمت مؤسسة حياة كريمة فعاليات أنت الحياة بقرية أبو طحون بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، وهي إحدى أهم المبادرات التي تطلقها حياة كريمة بصفة دورية. وشهدت قافلة عددا من الفعاليات، على رأسها قافلة طبية مجانية لكافة التخصصات بالإضافة إلى ورش أطلقها المجلس القومي للمرأة، وشملت خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات بالقرية. شملت الفعاليات أيضا مشاركة الشباب والرياضة في أنشطة رياضية، بينما شهدت المبادرة أنشطة ثقافية للأطفال بمشاركة هيئة قصور الثقافة بالشرقية. بنقدم خدمة متكاملة سواء كانت على المستوى الطبي أو على المستوى الترفيهي أو حتى على المستوى التوعوي والتثقيفي اللي بتقدمه وزارة الثقافة، وبتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برضو في الأنشطة المقدمة للأطفال. يعني عندنا صندوق مكافحة الإدمان وعلاج مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، بيقدم جلسات توعية للأطفال والشباب بمختلف أعمارهم. عندنا برضو النهاردة طلعنا عدد كبير جدا من البطائق للسيدات المتواجدات في الفعالية. يعني المسرح العرائس اللي بيقدم حفلات ترفيهية، ده دور مؤسسة حياة كريمة دايما إن هي بتبص على الكرة الأكثر احتياجا وبتقدم لهم خدمات مستمرة. دورنا النهاردة تنظيمي، بننظم الناس إزاي تستفيد من كل الحاجات المبادرة، لأن المبادرة متكاملة فيها قوافل طبية، فيها سجل مدني، فيها حاجات ترفيهية للأطفال، فيها حاجات ثقافية، فيها كمان يعني توعية عن المخدرات، فيها حاجات كتيرة جدا، مبادرة متكاملة الأهالي يستفادوا بيها، فادت ناس كتير هنا، وكمان السجل المدني والحاجات الطبية كلها ما شاء الله فادت السيدات، بالذات الكشف على أورام الثدي والحاجات الكتيرة، وفي أدوية متوفرة في كل حاجة، والناس كانت ماشيين مبسوطة ومستفادة بكل حاجة من المبادرة. أنا جاي مع ابني يتعلم ويشوف الألعاب والبرامج الموجودة ويتعلم منها حاجة كويس. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا إلهام، شكرا هبة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد
أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن مستويات الديون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، أن تحالف ديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة. قال كوجوك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كلافر جانيتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو. وخلال الجلسة استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية، حيث أشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد مع زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030. استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مشروع شركة جارديان جلاس في مصر لإنتاج الزجاج، والذي يستهدف الإنتاج لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الشركة والتي تعد إحدى الشركات العالمية لصناعة الزجاج، حيث أضاف الخطيب أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإجرائية من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الشريف فاروق بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية. وأكد وزير التموين أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام. التقى محافظ المنيا عماد كدواني عددا من المستثمرين في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث خططهم في التوسع بالمشروعات والوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري. هذا وأكد كدواني على تقديم جميع التسهيلات وتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع والعمال وتوفير أوجه الدعم اللوجستي للارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، إذ تقيم الأسواق الصراع المستمر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر. وعلى صعيد التداولات زادت الشهر المقبل، وعلى صعيد آخر زادت تداولات العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25% إلى 76 دولار و5% سنت للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.27% إلى 71 دولار و78 سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.65% لتصل إلى $2.25 للتر، كما صعدت أسعار الغاز 1.51% لتسجل $2.56 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر 19 على التوالي. يأتي هذا الانخفاض مع تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة ب 6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ إبريل من العام نفسه. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإلهام، إليكم من جديد. أشكرك ليلى.
استلم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبد الخالق استلم جائزة القيادة العالمية للمدن المستدامة والمستوطنات البشرية لعام 2024 بالنيابة عن الحكومة، بما يعكس التقدير لجهود مصر في مجال تعزيز التنمية الحضرية. هذا وقد شارك سفير أسامة عبد الخالق كمتحدث في الجلسة السنوية للمنتدى العالمي حول المستوطنات البشرية، ويأتي انعقاده كمقدمة للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيف مصر النسخة الثانية عشرة منه في القاهرة في نوفمبر 2024. أطلق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير السياحة والأثار شريف فتحي البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وذلك من أمام هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة. على هامش الحدث أكد وزير الزراعة استمرار هذا البرنامج لتقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان، ومن جانبه ثمن وزير السياحة والأثار جهود وزارة الزراعة في تنفيذ ذلك في أقرب وقت وحرصها على إطلاق هذا البرنامج سريعا. والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية. أخبار الرياضة مع ليلى عمر. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الرياضة في هذه النشرة. خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 والمقامة بالغردقة. خسارته أمام المغرب 3-4 بمباراة تحديد المركز الثالث. وفاز المنتخب بالمجموعة الأولى على غانا 6-3 وتنزانيا 9-3 والمغرب 3-2. وفي الدور نصف النهائي خسر أمام السنغال 1-2. في الدوري الإنجليزي سجل إيرلينغ هالاند هدفا مبكرا يصعد مانشستر سيتي حامل اللقب مؤقتا إلى صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-0 على ساوثامبتون. ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 23 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطتين عن ليفربول والذي سيواجه أرسنال غدا الأحد. في المقابل لا يزال ساوثامبتون دون أي انتصار في موسمه الأول بعد عودته إلى دوري الأضواء بعد عام من الغياب ليحتل المركز 19. في الدوري الإيطالي حقق فريق نابولي فوزا ثمينا على ضيفه ليتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر المسابقة. بهذه النتيجة وصل نابولي تصدره لجدول ترتيب المسابقة بعد أن ارتفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 5 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير. ختام جولتنا الرياضية عودة مرة أخرى لهبة وإلهام، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. صفحات حافلة لن نستطيع أن ننساها في مسيرة السينما المصرية وأفلام تحمل توقيع المخرج الكبير محمد خان وتبقى ساكنة في الوجدان المصري والعربي. ولد محمد خان في مثل هذا اليوم 26 من أكتوبر من عام 1942، يعد أحد أهم مخرجي السينما المصرية. We'll be right back.
أخبار الطقس. مرة ثالثة وأخيرة إلى ليلى عمر، تفضلي. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى 18، الإسكندرية 27، 20، مطروح 26، 21، بورسعيد 27-23، الإسماعيلية 30-17، ننتقل إلى السويس 30-19، العريش 28-15، طابة 27-16، شرم الشيخ 31-22، الغردقة 32-20. أما في الأقصر فالعظمى 32، الصغرى 16، أسوان 33-18، الوادي الجديد 30-15، حلايب 30-22، وأخيرا شلاتين 32-23. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ومن أخبار الطقس إلى أبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ويؤكد أن المصريين قادرون معا على تخطي الصعاب. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون التصدي للتصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وزير الخارجية يؤكد أن مصر تعمل مع قطر والولايات المتحدة للدفع باتجاه إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. نهاية نشرة التاسعة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.